عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لا نقع في النفاق، جزء من هذه الرسالة وضعتها على التيك توك اليوم، حبيت أوسعها. فكرة حتى لا نقع في النفاق، خلاصة الفكرة بحكيها بخلاصة وبعد ذلك بتوسع فيها. خلاصة الفكرة إنه بنعيش في حياتنا ونتقابل مع فئات كثيرة جدا من الناس، يتبع هؤلاء الناس لأصناف معينة من الأعمال والوظائف والمهن. من مثل ممكن تتعامل مع طبيب يغشك، ينصب عليك، يؤذيك، يتسبب لك في كوارث، مع ذلك ما بنهاجم مهنة الطب كلها، وكلنا بيتمنى أولاده يصير أطباء. نتعامل مع مهندسين، ممكن يجي مهندس ينصب عليك، يغشك، يسرقك، ما يحسن التخطيط، يرتشي، يعمل المهم شيء يؤذيك. ما بنسب كل مهنة الطب ولا ندعو إلى إغلاق كليات الهندسة، ومنتمنى أولادنا يصيروا مهندسين. وهكذا نتعامل مع محامي، ممكن محامي المحامين يغشنا، ينصب علينا، يؤذينا، يطعننا، يسرقنا، إلى آخره. ما بنهاجب كل مهنة المحاماة، ونبقى نحترم المحاماة والقضاء، وننبسط إذا أولادنا طلعوا محامين إلى آخر هذا الملف. الإشكالية نسبة ضخمة من هؤلاء الناس اللي بتعاملوا بهذا الإنصاف والرقي، لما نيجي عند عالم التدين في نسبة منا تقع في منطقة خطيرة أخلاقية، ألا وهي إذا صدف لسبب ما قدر ربنا سبحانه وتعالى تعامل مع متدين غشاش، متدينة كذابة، متدين نصب عليه طعن، زي ما نصب عليه المحامي والمهندس، نصب عليه واحد شيخ أو متدين أو ملتحي أو محجبة أو منقبة، بقلب العداد 24 ساعة طخ على المتدينين كلهم، وإذا زاد العيار على الدين نفسه. هنا المشكلة اللي بدي أوجه رسالة، وين الخطأ فيها وليش عم بتصير وكيف لازم يتعامل. على كل حال، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. إخواني وأخواتي، بحاول إني أنا البث اللي أسير البث وإني أقصر منه قدر الاستطاعة لأنه عم بيطول على الناس، وكما هي العادة أعتذر لكل من بكل لطف وود أدب إني لا أستطيع أن أستجيب لأي شخص يطلب التواصل، لأنه عدد اللي عم بطلبه ضخم جدا، عم بيوصل بالمئات. فلو فتحت على نفسي هذا الباب أنا لن أكل ولن أشرب ولن أنتج شيئا في حياتي ولن أؤدي واجباتي، عدد ضخم ما عم بستطيع. فأرجو منكم المعذرة وسامحوني إن شاء الله، الله يقدرنا على إيصال شيء من الخير إن شاء الله بإذن الله، وأسأل الله أن يرزقكم من هو خير مني لمن كان يحتاج لشيء. خلينا نحكي خاص. خلاصة الرسالة، طبعا هذا البث رح يكون مثبت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بإذن المولى عز وجل، إذا حبيتوا تساعدونا بأنه نشيره جزاكم الله خيرا. إخواني وأخواتي، أصل الفكرة عملتها على التيك توك طبعا، الآن عم بوسعها. الفكرة أنا عم بدي أوجه رسالة أخلاقية بشكل خاص بهمني، بشكل خاص بهمني المحترمين أمثالكم، بهمني الملتزمين أمثالكم يبحثوا على الخير، يعني إن شاء الله بإذن الله، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تكونوا جميعا من الخيرين بل أفضل مني عند الله. لكن في ظاهرة عم نشوفها وظاهرة مؤلمة الصحيح، وأنا بدي من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بحياتنا بمر علينا أصحاب مهن أو تصنيفات معينة بيتسببوا في أخطاء أو إذايات أو طعنات، مثل المثال اللي حكيته. ممكن طبيب يكون همه بس الفلوس، أو يكون نصاب، ومش لا ممكن يكون أكثر من ذلك. عندما نحكي للعالي العالي نسمع قصص عن أطباء بيتحرشوا بالمريضات، نسمع قصص عن أطباء، يعني في موجود يعني بعالم الطب أطباء مش مخلصين ولا منصفين وكذابين ونصابين، قلة الحمد لله لكن موجودين. وبعالم الهندسة هدول أشهر مثالين، موجود مهندس ممكن يرتشي، يغشك، ما يرد عليك، يعمل لك زي ما تحكي القصة، يقول لك هذه أفضل مادة جديدة نزلت على السوق، وإذا عملت السقف منها وسويتها هيك وتعمل وبتسوي وكذا، وتروح تحط وتتكلف آلاف مؤلفة وكذا، وتكتشف بالأخير إنه المادة تعبانة عند أول شتوى التسريب المي وكذا، شوي شوي بتكتشف بعدين إنه طلعت هاي المادة جاي جديدة على البلد ووكيلها صاحبه ويمكن إله نسبة فيها كمان. باختصار غشك، كذب عليك، ولا مش كذبة عادية، لا
بيتك اللي هو على الاقل عندنا احنا في الاردن، الاردن وفلسطين، البيت هو تحويشه الحياه كلها، الواحد بيعيش حياته كلها عشان يعمر بيته، وبقعد فيه وبقول لك لعلي ها اولادي يعمروا فوقي دنيا وعالم. يعني جدا مهم فكره عمار البيت عندنا. تخيل لما مهندس يغشك بشيء، اذا بدك تصلحه بدك تهد البيت كله. قديش مرت علينا حالات بحياتي ما سمعت واحد بيقول اعوذ بالله من المهندسين اللي في العالم، والله لو بايدي بسكر كليات الهندسه. عمري ما سمعتها بحياتي، ما سمعتها من كل الاطياف وكل الاعراق والاديان، مع انه بمر علينا مهندسين نصابين ما بسمعهاش، لكن نسمع كثير من اصحاب دبل ستاندرد وناس مضحوك عليهم لانه عنده تجربه مع بعض السيئين والمتدينين. ما بنكر وجودهم، ديروا بالكم، اسحكوا تفهموا مني اني بحكي عن المتدينين بشكل مطلق ملائكه. في متدينين مش فهمانين، في متدينين جاهلين، وفي متدينين نصابين بياخذوا الغطاء دي، وفي موجود طبيب نصاب، مهندس نصاب، محامي نصاب، شيخ نصاب، موجود. فنقطتي مش هنا، انا اعوذ بالله ادافع بالمطلق عن كل واحد التحق ولا كذا. في ناس بياخذوا الدين زي ما بيقولوا الاخوه المصريين سبوبه، بتاع سبوبه يعني غطاء بتسبب من وراه، يعني اللحيه والهاي بكذا. اتفضل يا سيدي الشيخ، اهلا وسهلا، تفضل يا شيخ، بياكل وبيشرب مجانا، قد يكون ما بيصلي، موجود، ما بنكر انا وجودهم. انا نقطتي مش قضية ليش بنعمم، لا، هي المشكلة انه ما بنعمم على الاخرين. يعني احنا نفسنا بنعمم على المتدينين، ما بعمم على الاطباء، وما بعمم على المهندسين، وما بعمم على المحامين. ما مر علينا قصص سمعنا شفنا عرفنا محامي بتروح انت بتأتمنه، بتحط فلوسك عنده، بتحط شو محامي بعض الاحيان في قضايا حساسة بتعطيه اسرارك، يعني باختصار المعلومات اللي عنده بتحط رقبتك على سكين خصمك، خاصة بالخلافات المالية الخطيرة، لأنه خصمك إذا عرف هاي المعلومة ممكن يجرجرك بالمحاكم فيها، أو يعمل لك قضية، أو يهددك، أو يبتزك. موجود، ما سمعنا بمحامين خانوا، موجود، بروح بيتفق مع الطرف الثاني، وهذاك بيتفق معه بيقول له اسمع، خوفه وفهمه أنه قضيته فاشلة وخربانة وكذا وإلى آخره، مع أنه كان بكسب من وراها ملايين، لأنه الأرض إله. وبيجي المحامي لأنه ارتشى بيكذب على الموكل. موجود الحمد لله، مش ليسوا أصلا، موجود قلة، وبرضو عنده متدين قلة كمان. بس عمري ما سمعت واحد بيقول لازم يسكروا كليات الحقوق، لازم مش عارف كذا، لازم محاكم كلها تتسكر. ما سمعناش، بالعكس بيضل هيبتهم محفوظة واحترامهم محفوظ ومكانتهم محفوظة، وبينبسط الواحد إذا ابنه طلع محامي ما شاء الله، وبنته محامية، وضع طبيعي. أنا هذا هو الوضع الطبيعي ترى. أنا اللي مش متقبله، وأرجو من إخواني وأخواتي اللي عمالهم بيسمعوا هذا البث، على الأقل إحنا الآن عم نتعاون على شيء من الخير، يحاولوا جهدهم قدر الاستطاعة إنه يكونوا سببا في إنه هذا الخلق نحاربه ولا نسبح به، بالذات لما يجي عند المتدينين نيجي نسمع عبارات من مثل على سبيل المثال. فرضا باجي بقول مثلا يا أختي الكريمة الحجاب مثلا على سبيل المثال، يا ما سمعت عشرات المرات بكون عم بحكي عن الحجاب مثلا، وعم بربط الحجاب بالعفة والطهارة. والأصل أصل تصميم الحجاب هي رسالة من رسائل العفة والطهارة والأدب والخلق والحشمة والول إلى آخره. مباشرة بنطلي كم من واحد أو بتنطلي كم من واحدة بيقول لك أنا ياما مر علي محجبات بيعملوا السبعة وذمتها. طيب إيش الرسالة؟ يعني مش فاهم إيش اللي بدك إياه، يعني لما تقولي هاي المعلومة إيش؟ ما أحكيش عن الحجاب مثلا على سبيل المثال، كل المحجبات كخسروا مثلا، إيش المطلوب؟ في المقابل طب احنا ياما كان مر علينا اطباء مهندسين ومحامين دنيا، ما بنعمم على الكل، اشمعنى يعني هاي المعلومه حكيتيها؟ في المقابل لما نيجي نقول مثلا على سبيل المثال نظريا موضوع عمليه اللي ما بتكون محجبه وكذا، على السريع هم نفسهم بنطوا لك ياما مر علي انا، صحيح انا مش محجبه لكن ما شاء الله عليها ملتزمه وخلوقه. لا اله الا الله، ايش الانصاف الرائع مع الطرف الاخر، وايش التعميم الخاطئ مع هذا الطرف؟ صحيح احنا ما بنعمم، لما يطلب منا ما نعمم على كل غير محجبة، ليش انت او انت بتعمم على كل محجبة؟ ليش؟ بس لوصل هذه الرسالة انا اول شيء فلنتقي الله. رسالتي الاولى الليفل الاول، الخيرين باذن الله امثالكم، ان شاء الله يكون كل من يسمعني ممن يحمل هذا الفكر هذا الهم، انه نتقي الله في انفسنا، ما نقعد نعمم على المتدينين لانه تعاملت مع شيخ نصاب حتى لو كان امام المسجد بذاته. لا تحملوا لكل المتدينين ولا تحملوا لكل الملتزمين ولا لكل الآخر، هذه واحدة. هذا بخاطب الخيرين. تعالوا نتطلع الآن على طبقة ثانية، هاي بدي أتعاون معكم، أعطيكم
اجتهاد الشخصي في التحليل ليش في فئة ثانية غير عن الطيبين أمثالكو ليش بيعملوا هذا العمل. زي هدول اللي بنطوا لنا في الفيسبوك كل شوي، ما هو تيجي بتحكي كلمة، ما هو ياما مر علينا من النقبة، والله بعرف منقبات ياما تحت السواهي دواهي. طب ليش بعممه؟ ليش في وحدة، طب أنا ما جبتش سيرة حدا، أنا عم بقول حجاب ونقاب، وياما في محجبات. هذا إيش؟ تحليل الشخصي، رأيي الشخصي، بدك تقبله اقبله، ما بدك تقبله أنت حر. إذا كنت مش عارف ليش هيك بتصرفوا هذه الفئة، أنا برأيي هو عبارة عن حيلة نفسية في الداخل لشخص بدوش يلتزم، بدوش يتمسك بأي تعاليم أو تقييدات بالدين، فبسموه ببعض اللهجات العربية بتلكك. بتلكك يعني يبحث عن مسوغ أو يبحث عن حجة، عم يتحجج، عم يدور. ولا لا. سمع بقصة لشيخ إمام مسجد في الحارة تحت هناك عمل شغلة معينة لقاها. أقول لك الدين، أبو الدين، أبو المتدينين، الدين المتدينين، المتدينين الدين. هو عمليا من جوا إيش؟ من جوا هو بدوش يلتزم، ماشي؟ بدوش حدا يجننه، في يضل يطخطخ على المتدينين والدين مشان يسوغ لنفسه ويغطي على تفلته مشان يلاقي حجة. يا أخي أعوذ بالله، أنا أمشي مع هذول الناس، بدك يعني أروح على المسجد مشان كذا. لا، هو بده يأخذ راحته، ماشي، بده ياخذ ياخته، بده يصاحب، بده يخبص، بده whatever، بغض النظر، الله يهديه ويهديها. شعوري عن الذات مشان ما يتم لومه من الناس الماشيين صح، فبروح بيضرب منظومتهم كلياتها. فهي حيلة غير مباشرة، ممكن خلينا نسميها مشكلة نفسية تربوية والواحد مش منتبه. هاي الفئة الثانية. في فئة ثالثة، معيتو؟ هذول الفئة للي بيحب، هذا طبعا ما بطالب الكل. في فئة ثالثة ان شاء الله يكونوا قلة بس موجودين وبطخطخوا كثير، اللي هم يحملون الحقد والكره، منطلقين من منطلقات حقدية كرهية فكرية عقدية طائفية، بضلوا يمسكك يضربك بموضوع عن التعميم. هذا بعض الأحيان ترى لا تضيع، أول شيء لا تتأثر فيه ولا تسمع له. إذا أنت تجد في نفسك القدرة والطاقة على الحوار والنقاش والجدل، هذا لا تقعد وتقول له لا مش هم متعمم ما تعمم، هذا أعطيه في المقابل بنفس الطريقة. معناته يعني مثلا على سبيل المثال إجا قال لك الإسلام والإسلام وإنتو كذا ودكتاتوريين وتسلطيين وسلطويين ومش عارف مين ودكتاتور وإرهاب وما إرهاب، مباشرة ادخل على بروفايله وتطلع عليه بتلاقي يمجد في العلمانيين والعلمانية على السريع، عطخ جيب له روعة أخلاق الفرنسيين العلمانيين على سبيل المثال. إذا دخل وكان مثلا من خلفية مسيحية على سبيل المثال ودخلوا وإنتوا والمسلمين والمحجبات تبعونكم والمنقبات ونبيك ورسولك وقرآنك، لا تناقشوا تقول له إحنا ما إحنا، جيب له بس روابط، فرجي قساوسة الكنيسة الكاثوليكية، بعضهم ما بعمم طبعا، كيف بتحرشوا بالنساء وكيف بتغتصبوا الأطفال من عشرات السنين، وإذا كان أرثوذكسي جيب له شو بيعمل بالكنيسة، بس جاب له رابط. ضيعش وقتك معه، لأنه هذا مش جاي يتعلم ولا جاي يبحث عن الحق، هذا جاي للأسف يلقي جزء من للأسف القمام الفكرية اللي براسه والعقدية يرميها عليك، فرد عليه بهذا أسلوب إذا بدك ترد، والأصل فاعفوا واصفحوا اتركه وطنشوا لا تحكيش معه. لكن إذا كان على الأقل مثل في عندك فئات ثلاثة جدا، نحذر من هذا، نحذر ممن يتصرف بهذا الأسلوب، وقدر استطاع ما نقبل. ترى ديروا بالكم أنت بعض الأحيان إذا بتقبل هذا الأمر ينتشر، بينتقل في التربية لأولادك ولبناتك وبيأثر عليهم، بيصير النمط في لا شعوره يتقبل التعميم على المتدينين، يتقبل التعميم على الملتحين، يتقبل التعميم على الآخرين، بينما الناس بيكون كيوت نايس وأحلى وترباية وما أحلى. قديش بتشوف مثلا بعض الأحيان بيتم التعميم، بيسمعوا إمام مسجد فرضا بيقوم بعمل لا أخلاقي، اطلع كيف بيصير التعميم بشكل مش معقول. طيب بنسمع في نفس الوقت مثلا قسيس في كنيسة برضو يقوم بعمل لا أخلاقي، ما بيتم التعميم. طب يا أخي في مشكلة تربوية، في مشكلة أخلاقية، مشكلة إعلامية، انسى اللي بنفخ في الموضوع، إحنا كمجتمع ليش هذا بنقبل ينتشر وهذا بنكون كتير حريصين وكيوت وما أحلانا مش فاهم أنا. طيب نسمع عن واحد ملحد، حتي ما بقول لك ما بيعبر عن الفكر الإلحادي، لا إله إلا الله. طب هذا الشيخ بيعبر عن كل الإسلام، مش ليش يعني تسمع عن علماني ما بتعمم، تسمع عن ملحد ما بتعمم،
تسمع عن مسيحي ما بتعمم، تسمع عن مسلم أحلى على قلبك من فكرة المطاطية في الحكم ما في. ليش؟ ندير بالنا. فهي إما ضعف في النفس أو جهل أو بذرة نفاق إياك أن تقبل منها أن تكبر عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خير. انتهت رسالتي. بدي أشوف الآن بشكل سريع جدا. طب أشوفوا أنتوا إذا بتنتبهوا، أنا أكثر هاشتاج بكرره هو إيش؟ معركة الوعي. تركز معي، أنا هدف من أهدافي في الحياة إني أوعي المسلمين المخلصين الصادقين على حقيقة إسلامهم. وجزء من التوعية تعرف أوزان الأمور، جزء من التوعية إنك تعتز بهويتك، جزء من التوعية إنك تستوعب أعدائك كيف بيشتغلوا، جزء من التوعية إنك ما تسمح لنفسك تدخل بغلطات تم رسم خطوط إليك مشان توقع فيها وإنت مش منتبه. مشان هيك بعض الناس بيقولوا لي طب ليش في شغلات بتكررها؟ لأنه أنا هدفي هو التوعية. التوعية تصحيح مفاهيم، إزالة الغبار عن بعض الأمور العالقة. كثير في أشياء بنكررها 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 بتصير محفوظة في اللاشعور ما بنفكر فيها وخلاص. طب زي مثلا على سبيل المثال، قديش بنسمع آلاف آلاف مش مئات آلاف المرات عند أي حوار جدال نقاش بين مسلم وغير مسلم مباشرة عشرات ملتزمين متعلمين مثقفين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فاتق الله يا شيخ دير بالك لا تجادل إلا بالتي هي أحسن. طبعا مؤتمرات بتعقد عليها. كمثال عم بعطيك كيف إحنا بنفكر بنغسل دماغنا في لا شعورنا، عشرات منا وآلاف منا دائما يا أخي القرآن واضح ولا تجادلوا إلا بالتي هي أحسن، تستخدم في اللاشعور كسيف على إنه إذا انتهى ها طلعت بسلخه. بحياتي كلها ما شفتش على وسيلة إعلامية على الأقل أنا من يوم ما انفتح السوشيال ميديا من حوالي 14 سنة لم أرى واحد كمل الآية. ركزوا معاي، كمل الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كمل إلا الذين ظلموا منهم. يعني الآية نفسها بتعطيك استثناء مش الكل. في ناس إذا إجا سبك وتواقح معك وافترى عليك بطل في جدال بالتي هي أحسن، هذا إله طريقة أخرى. طب ليش ما بنكمل الآية؟ شوف ليش، جزء منها جهل. ليش ما بنكمل الآية؟ جزء منها عقدة نقص، جزء منها خوف وبدك الكل يرضى عليك. ترى أنا كتير نايس، كيفني معك؟ نايس بس ارضى عني ماشي اللي يسعدك. كيف؟ عقدة نقص بعض الأحيان، عقدة نقص، ما عندك جرأة ما عندك عزة، فحفظوك إياها على السريع بس لهون وقف نقطة ماشي. زي أمريكا لما بدها تعطي الطبعة الراضية هي عنها من الإسلام تعطي طبعة الإسلام الصوفي، اضرب دف وضلك هز الله حي حي الله حي وبوس إيدك الشيخ واقعد وكل وعبي كرشك وامسك المسبحة. تحكيش في هموم الأمة، تحكيش في الناس اللي بندبحوا بقتلوا، تجيب السيرة شو اسمه السرقات والأموال العامة والاعتداء والاغتصاب وبيع المقدر، تجيب السيرتها. ليش؟ لأنه السياسة النجاسة. ليش؟ لأنه كذا اصحك تجيب سيرة بيعطوك طبعات خاصة من الإسلام فإيش؟ بكيف الواحد عليها. وإن خرج على الهواء فسكر وزنى لنصف ساعة افتحش تمك الله. برضو عن هذا الإسلام، الإسلام المتكامل اللي فيه امرأة تقف لخليفة المسلمين بتقول له ورايح فين يا عمر؟ كيف تفعل هذا الأمر؟ الله يقول 1-2-3 في آية فيعلنها صرخة مدونة تعبر عن فكر وسياسة ودولة وسياسة شرعية وحقوق امرأة قبل كل البشر، لكثير منهم قائمين على النفاق اللي هي إيش؟ شو قال؟ أصابت امرأة وأخطأ عمر. مين عمر؟ عمر اللي كانت ركب قادة الفرس أقوى قوة بشرية على كوكب الأرض في ذلك الوقت ترتجف لما يسمعوا اسمه. فطبعا بيطلبوا منا، أنا بعطيكم مثال، بعطيكم مثال كيف في لا شعورنا ماشي. ولا تجادلوا لابنة ياسر، ولا تجادلوا لابنة ياسر، آية رائعة وهي قاعدة عندنا صح، بس يا أخي كملها افهم الصورة متكاملة. أعطاك استثناء إلا الذين ظلموا منهم،
ظلموا كلمة واسعة جدا، ظلموا افتروا عليك، ظلموا كذبوا، ظلموا تواقحوا، ظلموا سبوا، ظلموا شتموا، ظلموا غيروا حقائق، ظلموا. فهدول بتتعامل معهم بما ينبغي، مش كلمة في حدهم يا حسن. مشكلتك انت مش فاهم، ها؟ فاحنا دورنا ان بعض الاحيان ان وعيك تفهم. في قاعدة، في استثناء، هذا كمثال، هذا جبته بس كمثال كيف بعض الأحيان في لا شعورنا، ركز معه، لا شعورنا بتنغسل أدمغتنا حتى الطيبين منا في لا شعور. هذا مثال بعطيكم إياه، ولا تجلب التي أحسن، تحس رائع جدا. شو صارت؟ هي آية، ليش أقول هي صارت؟ هي آية قرآنية لكنها مقتطعة من سياقها الشبه دائما. أتحداكم أنتوا اللي عم تسمعون الآن، مين فيكم سمع هذه الآية واستشهد فيها وتم التكملة؟ طول الوقت بس التي هي أحسن. طيب إذا عم بفتر عليك بستهزئ بنبيك، التي هي أحسن. لا، أنت مش فاهم معناته، أنت مش فاهم. مشان هيك بيهاجموا واحد زي أحمد ديدات، وبيهاجموا واحد زي ذاكر نايك، وبيشوهوا صورته. ليش؟ لأنه ما بسكت، بوضح الحق وعنده عزة. ركز معاي، العزة والكرامة تبعتك ما بدهم إياها، بدهم إياك تكون ذليل. يقول لك يمين يمين، يسار يسار، بدنا نشيل هاي من دينك، يلا شو نسوي؟ إن الله غفور رحيم. وقتها بتكون مسلم كيوت، مسلم إيش؟ نايس، مسلم ليبرالي، مسلم علماني، مسلم إذا حكيت كلمة الله طلع يدعو لذكر الطائفي. فالمهم أنا بدي تكونوا واعيين، نفهم على الأقل جزء من اللعبة العالمية التي تدور على كوكب الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرحمني ويرحمكم ويعيننا على كل خير. جزاكم الله خير. في هنا أحد الإخوة على اليوتيوب بيقول وثلث تلاعب به مشايخ السلطة تجار الدين، أما آخر ثلث الله يستر على الذي يعاني من الضربات. نعم، جزاك الله خير. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنا عم بحاول بس أنتقي الإشي اللي له علاقة بكلامي، بس سامحوني معلش. فجزاكم الله خير. جزاكم الله خير جميعا، سامحوني لاني عم مضطر اني ارجع لورا واشوف اذا في شيء له علاقة باللي عم بقوله. الاخت رندا بتقول بدهم ايانا اسلام مدروش لا يعتمد على العقل. طبعا هذا جزء من الاشكالية. هلا طيب، حتى لو في اسلام واقعي منطقي متكامل يعتمد على العقل، بدهم اياك حتى لو فهمان بدهم ينزعوا منك الدسم. شو الدسم؟ العزة. تعتز بهويتك، هويتك ممنوع تعتز فيها، لأنك إذا اعتزيت بهويتك، مش هو الاعتزاز، تعتز قائم على قناعتك ويقينك من هذا الدين، دين خاتم. هذا الدين هو الرسالة الخاتمة، هذا هو خلاصة كل الأنبياء والرسل، وهو دستور للبشرية. هاي المنظومة إذا ظليتك تعتز فيها وتحكي فيها، وإذا كان عندك المجال ضلك تحكي فيها رح تنتشر. فالآخر تعرفوا جماعة الآخر فبيضلوا خايف، خايف لأنه يعلم أنه الحق عندك، وعارف أنك أنت المارد اللي تم خيانتك وخداعك وطعنك ومخدر. بس المارد رح يقوم بأي لحظة، وإذا قام الحشرات هاي اللي كانت تشتغل على تقويته، الخون والعملاء اللي بيعيشوا بيناتنا وبيبتسموا في وجوهنا وبيقولوا أنهم بيحبونا وكونوا من بني جلدتنا ويتزيون بأزيائنا ويتحدثون بلغتنا والقصة، لكن من جوا حقد وكذا لأخي، تحت مظلات عديدة جدا، مظلات لا ديني الحدي علماني طائفة اللي بدك إياه. بس طبعا الستارة بيشتغلوا عليه، حقوق الإنسان، المعاني الإنسانية، مش عارف كذا، هذولا فاهمين، ترى فاهمين وعارفين. حكيت لكم البث اللي قبل، بتتذكروا
قلت لكم اعطيتكم حوالي اربع خمس ادله على موضوع. طب ليش هيك بيعملوا؟ ليش؟ حسدا من عندي انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم سالك اذا طلعت رح تتوقف مصالحهم، السبوبه تبعتهم رح تخلص، سبوبه الشهوات رح توقف، سبوبه المسكنه بانه يي احنا مضطهدين واحنا كذا والحقونا دنيا وعالم تخلص، سبوبه الاباحيه بتخلص، الفائده من السيطره والشهوات كله 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 رح يوقف. لانه الاسلام مارد، الاسلام اذا اخذ حقه الطبيعي ونزال عنه التشويه والكذب والافتراء وكذا الى اخره، وهذه الكذبات كلها اللي بيصنعوها حواليها والتضخيمات اللي بتتم، راح اهل البشريه يرتاحوا. يفترض اهل البشريه اذا الاسلام صار صاحب قوه، المخدرات تنزل للمينيموم في تاريخ البشريه، الدعاره للمينيموم، الهيومن ترافيكينج الاغتصاب والقتل كله 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 للمينيموم للمينيموم للمينيموم، الاعتداء الظلم الكذا هذا اللي عم بيصير بشو اسمه بورما كان اللي صار في البوسنه والهرسك من الحقد والقتل. تخيلوا الصرب بالارثوذكس اربع معسكرات اغتصاب رسميه تعترف فيها الامم المتحده باوروبا بالقرن العشرين، والستلايت بيصور والقوات البريطانيه عارفه والقوات الأمريكية عارفة، قاعدين بيصوروا نملة إذا بتطير جنبك وشايفينها. أربع، ادخل اكتب اكتب rape camps in Bosnia، بالحرب البوسنية أربع، رسمي رسمي اسمه rape camp، هذا يعني National Geographic حطت عنها، مش الرسمي معترف للأمم المتحدة. الصرب الأرثوذكس كانوا يجيبوا النساء المسلمات اللي اعترفوا رسميا فيهم 260 ألف مسلمة، هذا لما يعترفوا رسمي اضرب باثنين معناته، يعني على الاقل كان 600 ألف، هذا على الاقل. اللي اعترفوا 260 ألف، تخيلوا 260 ألف ينحبسوا يتم اغتصابهم بشكل يومي ويجبروهم على الحمل من الارثوذكس الصرب ليكسروا نفسيتهم ويضربوا ديموغرافية المسلمين الموجودة في اوروبا. عينك عينك يعني، هذا ادخل على الدوكيومنتس وتطلع عليها. فهذا وين؟ بالقرن العشرين، تخيل؟ فطب البوسنيين شو عملوا؟ ولا شيء. طب هو كانت يوغوسلافيا كلياتها وكلكم تحت، كنتوا كلهم الجميع، الكروات كاثوليك والارثوذكس والصرب ارثوذكس والبوسنيين مسلمين وكلهم قبائل سلافيه. ركز معي انت، قبائل سلافيه يعني عرقا كلهم عرق واحد، لكن قدر الله سبحانه وتعالى اصلا كلهم تاريخيا كلهم كانوا ارثوذكس. الكاثوليك جاءوا بعد ذلك صاروا ارثوذكس كاثوليك. الان البوسنيين قرروا يسلموا بعد ذلك مئات السنين، فهم كلهم قبائل سلافيه. مين اللي انمحى؟ المسلمين. طب ما هم عرقيا كلهم زي بعض، كلهم كلهم قبائل سلافيه. طب ليش المسلمين كذا؟ اعطيني تفسير لها. مش افرجيك انه اللي بنحكى على الاعلام شيء والواقع شيء ثاني، والسلام اللي بتشوفه والمعابط والمباس شيء والواقع شيء ثاني. هذا احد الامثله اللي بتفهمك الواقع اللي بيصير. المهم ما بدهم اياهم يصيروا المسلمين لهم وزن. ليش؟ لانه عفه المسلمين، طهاره المسلمين، تحريم الخمر عند المسلمين، تحريم الزنا عند المسلمين، تحريم الكذا، الباقي كلهم انضربوا خلاص، بطل في عندهم قوه يدافعوا، مش قادرين، اديانهم حرفت تعبت كذا، والعلمانيه الشرسه والالحاد شرس ضربهم. لمين اللي مش قادرين يضربوا؟ الاسلام. وين معقل الاسلام الاساسي؟ القران. المعقل الذي يليه السنة الصحيحة. مشان هيك تفهموا ليش عم بضربوا على البخاري وبضربوا على أبو هريرة وعم بضربوا على النص القرآني، مشان هيك بتعرفوا ليش الأفاكين مثل الهالك هذا محمد شهرور تبع هاي مو زنا، هاي مساكنة، بتعرفوا؟ مشان هيك بيكبروا، مش عارف يحكي كلمتين بالعربي، 30 سنة بدرس النص القرآني مش عارف يحكي كلمتين بالعربي. ليش بحطوه على القنوات الخليجية والبترولية برمضان في البيك تايم؟ مدروسة مقصودة. مش قادرين يحاربوا، كيف مش قادرين للإسلام، مو قادرين. والإسلام بيفضح نفاقهم، بيفضح حقدهم، بيفضح نيتهم في استعباد البشر عبر بوابة دعارة، إباحية، مخدرات، خمر. الخمر لحالها بتسيطر على الشعوب، ملي بتجيب تريليونات وبتنيم الناس وبتسكرهم وبتمشيهم على كذا. فالإليتس النخب يحكموا زي ما بدهم، فإذا وقفت الخمر الناس تصحى، وقفت مخدرات الناس بتصحى، شبعت الناس عطت حقوقها الناس تصحى. طب تصحى بتطالب بحقوقها او بتفكر بأريحية؟ فكرت بأريحية ثلاث ارباع اهل الارض رح يصيروا مسلمين، لا ما بتنفعش معنا. عقلت الاخوة المصريين لا دي ما تصحش بقى، ازاي بقى؟ يلا عايزين حل يا رجالة، لازم صوت اسلام يتشوه، يلا اصنعوا داعش، لازم صوت اسلام يتشوه،
اكذبوا في الإعلام، وهكذا طبعا منهم من بني جلدتنا ممن ترك الدين، منهم أصلا هو مش مسلم، متربي بعقليته عقلية غربية مادية لدي، لكن اسمه محمد عبد الله وعلي وعلي ومن جماعتنا، ومنهم من اللي بيعيشوا بيناتنا من الطائفيين اللي بسلم عليك وبعطك وبوسك وبيكرهك، هذول كلهم اجتمعوا عليك باختصار ماشي 24 ساعة شغالين بمواقعهم. محمد صلى الله عليه وسلم زوج عائشة عمل كذا إلى آخره. يا زلمة روح أنت بس روح للتخبيصات اللي عندك، شوف جماعتك شو عم بيعملوا، والله يعطيك العافية. بس فعلى كل حال هذا برجع بقول أنا جزء من رسالتي في الحياة معركة الوعي، بدك توعى، بدك تعرف إنه دينك نظام نزل من عند ربك للبشر. اثنين، لا يجوز لمسلم ما يكون عنده عزة، إذا ما عندك عزة واعتزاز بهويتك في علامة استفهام على فهمك لعقيدتك، ماشي؟ بعد ذلك تعلم وتثقف وتأدب كيف تكون لطيف مع الناس توصل لهم، لكن من جوا لازم يكون عندك افتخار وعزة، والعزة غير عن التكبر دير بالك، ممكن تكون عزيز لكن لا يجوز أن يكون متكبرا، لأنك تشاعر أنه اللي بإيدك هو الأرقى والأحسن، لأنه it is the case. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الرسالة الخاتمة وأتمنك عليها، وكل من قبلها ماشي يصبح شريك لك وقد يسبقك غصبا عني وعنك. الآن هسه أنا بحكي معكم، لو أحد الحاقدين على الإسلام من أتباع أي دين آخر أو لا ديني اقتنع بالإسلام ودخل وحب الإسلام وابتدأ يعبد الله ثم تعلم الإسلام ويدعو عليه، قد يسبقني أصير أنا شيء صغير جدا عنده، الله يا رب يتقبل منه. قد يكون أحد عم يسمعونا الآن هسا عم يستهزئ ويسب، راح رجع فكر بالكلام، ربنا هدى ويسبقنا إلى الجنة بإذن الله، الله يتقبل منا، إحنا نزعل أعوذ بالله الجنة إلي ولا إلكم، إحنا بس ربنا يرضى عنا وندخل بس على حفتها والحمد لله، الله يا رب يدخلكم جميعا للجنة. ولكن للأسف أهل الباطل مش تاركينا. قلنا لكم صرحوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما في. طب ليش؟ إنهم أناس يتطهرون. إذا مشيت على منظومة الطهارة المعنوية المادية الفكرية ترفض الرشوة، ليش معظم الحكومات العربية بتشوه صورة الإسلاميين؟ ليش؟ لأنه الإسلاميين ضد الرشوة، ضد الفساد، ضد سرقة المال العام، ضد ما فيش، البقية كله فساد وفساد، وكله ماسك مماسك على كله مشغال، كلهم عندهم صور وأفلام وهم عم بيرتكبوا الفاحشة والدعارة والسكر والسرقات والاعتداء، وبعدين بس كله كاسر عين كله، لأنه كله بيسهر مع كله عند كله ماشي. نظريا عم بحكي وما بعمم، انسوا المنحرفين الإسلاميين اللي بسموهم إسلاميين المسلمين حقا، هاي المنظومة مرفوضة عندهم كلها. طب نمسك عليه ممسك من وين؟ بكرة لما نقول له اسمع مرر الصفقة نص ثلاث أرباع البلد، طب لا احنا لا مصورين له فيديو هو عم بزني ولا بسكر ولا بيفقد عقله ونصوره وهو قاعد بيعمل على حاله بيبي ونونو ودودو مش عارف كذا الى اخره ونفضحه، معين ناس ترى ايش نعمل؟ اذا شوه صورته وطلعه برا المعادله. ترى عم ببسط لكم اياها، انا ابسط شغله هي من الاخر، هذه كل قصه ترى، بس باللغه مبسطه فقط. نهى بتقول أخطر الحاقدين من بني جلدتنا، نسأل الله. نعم أختي، نعم. تطلعوا أنتوا سورة البقرة، سورة البقرة الفوكس الأكبر عليها في بداية الآيات، أكبر سورة في القرآن ومن أعظم سور القرآن، وفي إلها مكان كبير جدا في القرآن الكريم. من أبرز الفئات اللي ربنا ركز عليها في بداية مين؟ منافقين، المنافقين من بني جلدتنا. منافقين هم الخوان، منافقين هم اللي بيشتغلوا مع الآخر ضدك، منافقين هو الذي يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويطعنك في ظهرك، بيطلع أسرارك، بضربك، بخونك، عميل، حاقد، كاره، منافق. الشكل بيجيك بشيء وانت مش عارف بضربك، انت لأنه يحرم عليك النفاق ما بتعامل الناس بالنفاق، لأنه يحرم عليك الكذب ما بكذب، هو دينه الكذب والنفاق، فبيدور على المظلة اللي يتخبى تحتيها، تحت مظلة فكر ليبرالي، بيكون شغال مع الآخر، عقيدته مع الآخر، فكره مع الآخر، كله مع الآخر، بس عم بيعطيك اللي بدك اياه وعم بطعنك وعم بضربك باللحظه ما بتتفاجئ ولا انت السكاكين كلها عليك، فبشتغل تحت مظله ما قد يكون ليبراليه، تحت مظله علمانيه، تحت مظله اخوه انسانيه، تحت مظله ابراهيميه، تحت بدور له على مظله بتخبى تحتيها وبشتغل على راحته. انت ما بتقدر تعمل هيك لانه النفاق حرام عندك، انت واضح لا اله الا الله محمد رسول الله، ما بقدرش اقول لك ترى كلنا زي بعض واحنا حبايب وكلنا ديننا ما بزبطيش، ما بقدرش
يحرم علي، ما بيصير، ما بقدر انافقك انا. بس هو عنده ما في مشكله، فبالتالي شغال. لذلك اسال الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد. بهاء بيقول والله يا دكتور امبارح قاعد مع اصدقائي كان يقسم بالله العظيم اذا توظفوا. وين راحت؟ سامحوني ال يتم دفعه. اخ بهاء بيقول يا دكتور امبارح قاعد مع اصدقائي كان يقسم بالله العظيم اذا توظفوا وظيفة حكومية او استلموا منصب غير يرتشوا يسرقوا، يعني مبيتها، قاعد بيقول لك انا بس اوصل وافرجيك. هذا بذور النفاق موجوده عنده من الاساس يعني، بس ما عنده مانع الان يضلوا يقول لك عن الفساد وانا ضد الفساد وانا ضد وانا ضد، لكن باللحظه اللي بوصل اضرب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا ويعفو عنه ويغفر لنا ان شاء الله باذن الله. ترى يا اخو الله يكرمكم، اذا بتشوفوا اذا تكرمتوا بدخل بعض المرات ناس على البث بسبوا بيشتموا كذا، الرجاء ما احد يرد عليهم الا بألطف اسلوب، يعني احنا ان شاء الله بعثنا دعاة لهم، هذول مساكين لانه بيكونوا معبيين من هم صغار، بتربوا ترباية بنغرس في لسانهم كذب، بتعبوا بروسهم، بكرهوهم بديننا، بكرهوهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، مساكين ترى. الرجاء اي حدا بدخل من هؤلاء الناس بسبنا وبيشتمنا وبيستهزئ ما احد يرد عليه الا يا اتركه يا ارد عليه بلطف، او ابعث له روابط يتعرف على الدين، لانه بكونوا معبيين بعده دول عربيه على فكره، بأماكن عبادتهم واماكن تجمعاتهم بيعبوا روسهم بطريقه مش معقوله. لو عندك قدره تعمل سكاننج على الجو راسه تفتحه 99% منه كذب معجون بالحقد ومحطوط بالراس. فانا اشفق عليهم، والله اني اشفق عليهم، مساكين مضحوك عليهم وجاهلين والقلة قليل جدا 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 مستوعبين كثير بس بتغلوا، لكن إلى حد ما مضحوك عليهم. فالرجاء إذا كرمتوا، إذا أحد دخل من هؤلاء ما حد يسب، ما حد يشتم، ما حد يؤذي، إما تجاوبوا بالحسنة أو تدعوا له أو تدعوا لها بالهداية أو تبعتوا له روابط أو تبعتوا له على الخاص وتحاولوا تعرفوه، لأنه كثير بيكونوا مضغوطين. طبعا دليلي على ما ذلك على اللي عم بقوله، وإن أحد من المشركين استجارك، تخيل في المعركة، شوفوا أروع إسلامنا المشوهة صورته، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أعطيه الجوار حماية حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه أمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. خاصة عوام الناس، أنا عرفت كيف هدول معبيين بمدارسهم بعبوهم، بجلساتهم الخاصة بعبوهم، ببيوتهم بيعبوهم كذب 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 كذب. فمسكين هو لما يجي بده يفكر ما في براسه، وين ما يروح كلها ملفات معباية، فمش سهل عليه يكون منصف أبدا، معبأ. هو ترى هو نفسه ما بيكون عارف حاله أنه معبأ، بس لو حدا من برا هيك يرضى يسمع منه ببساطة رح يكتشف أنه هو كل منظومته قائمة على الكره والحقد والكذب، بس لكنه لا يعلم. على كل حال هاي هيك على الهامش، إذا صار يعني من هؤلاء الناس دخل الرجاء كل لطف كل أدب، لا ترد على الحقد بالحقد، ولا ترد على الكره بالكره، ولا ترد على الشتم بالشتم، ولا ترد على المسبة بالمسبة، ولكن بإذن الله إن شاء الله تكونوا جميعا عندي وأنا في الصفحة بإذن الله، تكونوا من جماعة ثم أبلغوا مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله يجزيكم الخير، يعطيكم ألف عافية. والأخت شيماء قبل ما نختم بتقول ممكن أطلب منك طلب الدعاء لأمي، ربنا يشفيها خفف عنها ألم السرطان، يلطف بها وبنا، يا اللهم آمين، اللهم اغفر لها وخفف عنها وارحمها يا رب، وادعو لها. طبعا أنا قبل قليل طبعا إذا بتتكرموا يعني وضعت على صفحتي اللهم صل على سيدنا محمد، توفي أستاذنا الله يرحمه الدكتور أستاذ الدكتور ماجد أبو رخية، أستاذ الدكتور ماجد أبو رخية أستاذ في كلية الشريعة، درسني أنا ودرس عشرات ومئات من طلاب الشريعة قبل 35 سنة، 85 86
87 الله يرحمه، قبل ساعات توفاه الله في الأردن ودفن قبل ساعات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه. هذا أستاذي وله علي وعلى كثير من طلاب وطالبات الشريعة الفضل. درست من جزء اللي أنا شخصيا درست عنده جزء من الفقه الحنفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحم رحمة واسعة وأن يغفر له. وتذكروه بالدعاء، ولوالدينا والديكم وكل أموات المؤمنين اللهم آمين. الله يجزيكم خير ويكرمكم. وبرجع بقول أي أحد يطلب التواصل على الخاص بعتذر، لأنه عم بنطلب مني من عشرات ثم مئات. بدي أفتح مجال لكل شخص بيقول لي محتاج التواصل، معناته بدي أتواصل مع حوالي تقريبا 20-30 شخص في اليوم. بمعنى ما بأكل، ما بشرب، ما بطلع، ما بشتغل، ما بأدي دوري، ولا بعمل إشي في الدنيا. أنا آسف، سامحوني، يعطيكم العافية، السلام عليكم.